بيان. ٹھیک ہے آؤ میرے پاس. فدعت سعادة الحق في جودة السكن. مشاهدينا واهلا بكم ضمن الحصاد اليومي نقدمه لكم من شوف تيفي ونستهله معكم بابرز العناوين. وزير الداخليه يؤكد ان غالبيه الاحزاب السياسيه لا تتوفر على الامكانيات اللازمه لتقديم حساباتها وفق الشروط القانونيه. انقاذ 29 مهاجرا من دول افريقيا جنوب الصحراء بسواحل الدخل. ولغم تحقق نتائج ايجابيه بقيمه 168 مليون درهم سنه 2013. غالبية الأحزاب السياسية لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة التي تمكنها من تقديم حساباتها وفق الشروط الضرورية. الكلام هنا لوزير الداخلية محمد حصاد اليوم في معرض رده على مداخلات عدد من النواب في جلسة عمومية خصصت لمناقشة العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات دريس جطو مؤخرا حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان. وزير الداخلية أفاد بأن الدعم المالي العمومي للأحزاب السياسية يصل إلى 60 مليون درهم يتم توزيعها على 30 حزبا، متسائلا حول إمكانية تقنين تمويل القطاع الخاص للأحزاب السياسية. في إطار مكافحة تهريب المخدرات تم أمس بمعبر باب سبتة توقيف مواطن مغربي مقيم بإسبانيا وبحوزته 30 كيلوغرام مخدر شيرة. مصدر جمركي أفاد أن عملية مشتركة بين مصالح الجمارك والأمن مكنت من ضبط هذه الكمية من المخدرات التي كانت مخبأة بعناية تحت المقاعد الخلفية لسيارة مرقمة بإسبانيا كان يقودها الضنين. السائق السيارة المزاد عام 1987 حاول تهريب المخدرات إلى إسبانيا عبر مدينة سبتة المحتلة، وقد تم تسليم الضنين إلى الشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق البحث قبل إحالته على العدالة. في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية تم يوم أمس بسواحل الدخل إنقاذ 29 مهاجرا غير شرعية من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من ضمنهما 5 نساء وطفلان. وعلم لدى السلطات المحلية أن هؤلاء المهاجرين الذين أنقذتهم دورية من البحرية الملكية كان على متن قارب تقليدي، وأفادوا أنهم كانوا ينهون التوجه نحو جزر الكنارية. وقد تم نقل 9 أشخاص من هؤلاء المهاجرين إلى مستشفى الحسن الثاني بداخلة الذي زاره اليوم لجهة وادي الدهب القويرة عامل إقليم وادي الدهب لامين بن عمر رفقة مسؤولي عن المصالح الأمنية المعنية وأعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. نظمت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات صبيحة اليوم بدار البيضاء ندوة صحفية حول إتمام مشروع توأمة المؤسساتية المغرب الاتحاد الأوروبي وتقوية القدرات المؤسساتية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. عن أهداف وحصيلة السنة والنصف الأولى لهذه التوأمة يطلعنا روبورتاج عبد القادر الفتوكي وأحمد مستدرف. نظمت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات صبيحة اليوم الاثنين بالدار البيضاء ندوة حول إتمام مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب الاتحاد الأوروبي لتقوية القدرات المؤسساتية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. هذا المشروع والذي تم تمويله من طرف آلية التوأمة الأوروبية لبرنامج دعم اتفاقية التعاون بين الجانبين من شأنه تحقيق العديد من الأهداف. النقطة الأولى أولا تم إعادة الهندسة ديال عرض الخدمات ديال لانابيك بالنسبة للباحثين على الشغل اللي أصبح أكبر استهداف، دخلوا فيه واحد التقنيات جديدة يعني باش نحصلوا حتى الكوتي بيداغوجيك، وكذلك دخلوا عدة مواد باش نحسنوا الإخبار والتوجيه. النقطة الثانية اللي كذلك خدمنا فيها وهو وضع واحد استراتيجية كتسمى كروس كانال تعدد الخدمات، اللي من خلالها غادي نوضعوا الخدمات راه إشارة باحث على عمل ماشي غير عبر ليزاجونس ولكن عبر أدوات أخرى، 10 ديال القنوات الإنترنت الشبكات الاجتماعية الإس إم إس الإيميلين. الهدف هو نقربوا أكثر الخدمات للباحثين على العمل. وأخيرا كان كذلك واحد العمل دار في يعني في الوكالات المحليه اللي دخلنا في واحد المشروع ديال يعني التقدم او لاميليوراسيون كونتينيو، من خلاله تم يعني تكوين جميع الاطر ديال هذه الوكالات المحليه. يعني طلع دول
إعداء لفرنسا والسويد وألمانيا. الندوة عرفت حضور الكثير من رجال الأعمال المهتمين بقطاع التشغيل وشخصيات دبلوماسية بارزة، والذي سمح بتوفير الدعم للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتنمية مخططاتها. Je pense sincèrement que l'emploi fait partie des plus grandes questions, non seulement pour ce pays, mais également pour nous dans l'Union européenne. L'employabilité, surtout des jeunes générations aujourd'hui, est un grand défi, c'est un défi commun sur les deux côtés, les deux rives de la Méditerranée. Et ceci grâce aux efforts de tous les partenaires. الشركاء والمتدخلون أكدوا أن حصيلة التوأمة كانت مشجعة في أفق تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الوكالة. C'est un jour important qui est le séminaire de clôture de ce jumelage institutionnel au bénéfice de l'ANAPEC pour renforcer ses capacités institutionnelles et opérationnelles. 18 mois pendant lesquels beaucoup de réalisations ont été accomplies conformes à des orientations stratégiques à moyen terme, un plan de développement 2013-2016 pour l'ANAPEC, la préparation d'une stratégie nationale pour l'emploi, et qui a contribué fortement, ce jumelage institutionnel, à engager encore plus l'ANAPEC dans sa dynamique de changement. Au cours desquels, bien sûr, beaucoup de choses. وعلى مدى سنة ونصف سمح هذا المشروع في دعم احترافية عمل الوكالة وتنمية الكفاءات ضمانا لخدمة الزبون وتحسين نجاعة تدبير الموارد البشرية والمادية. في الخبر الاقتصادي، حققت الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية برسم سنة 2013 ربحا صافيا بقيمة 168 مليون درهم في الوقت الذي كانت تشكو فيه حتى 2012 من عجز بالنظر لانخفاض عائدات العديد من الرحلات. دريس بن هما رئيس المدير العام للشركة أكد في ندوة صحفية اليوم، استعرض من خلالها النتائج المالية ومنجزات الشركة على الصعيد الوطني والإفريقي وفي الأسواق الدولية للنقل الجوي. أكد أن هذه النتيجة الإيجابية تعزى بالأساس إلى إعادة الهيكل الكبير لأنشطة الشركة، وأكد الجهود المبذولة لتخفيض تكلفة السفر على متن رحلات الشركة بالرغم من الظرفية الصعبة الناجمة عن المنافسة الشرسة التي يعرفها القطاع سواء على مستوى السوق الداخلية أو الدولية. ونختم بالخبر الرياضي، حيث توصل مسؤول الوداد البيضاوي إلى اتفاق شبه نهائي مع وكيل أعمال اللاعب صلاح الدين سعيدي، يقضي بموجبه انتقال إلى الفريق الأحمر لتعزيز صفوفه خلال الموسم المقبل. الرئيس الحالي للوداد عبد الإله أكرم تدخل لدى وكيل أعمال اللاعب كريم بلق الذي ساءت علاقته مع الوداد منذ توقيع اللاعب جبيرة لرجاء البيضاوي، حيث جاء تدخل أكرم لرأب صدع بالتواصل إلى اتفاق شبه نهائي ينضم بموجبه السعيدي لموسمي القادمين. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الإخباري، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. We'll be right back.